اللوحة هذه اللي خدات من وقتنا شي سيمانة تقريبا. والفكرة ديال جمعية أنا روز تشيرا الجهادية طرحوا علينا هذه الفكرة هذه وبدينا بها. رسمنا الملك ملك ديالنا الناصر والله، ورسمنا البوليس، ورسمنا المهم رسمنا عامل النظافة، وكنشكرهم من هذا المنبر هذا، وكنشكر السلطات على هذا الدور اللي كيقوموا به في هذه الجائحة هذه ديال كورونا. من خلال هذه الصورة هذه الفن كيوصل واحد الرسالة توعوية للناس باش يشوفوها، إلا ما توعوش في الدار ديالهم يتوعيهم هذه الصورة الفنية هذه اللي درنا في رسالة ديال الساكنة يدخلوا لديورهم ما بقاش يخرجوا، إلا كاع خرجوا يخرجوا شي حاجة ضرورية. المناسبة هي الجدارية اللي كنصيفطوا من خلالها واحد رسالة شكر وتقدير لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا الناس اللي في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة اللي كتعرض لها العالم بصفة عامة. وبلادنا الحمد لله اتخذت الإجراءات بفضل الإرشادات ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله اللي عطى التعليمات ديالو لجميع مكونات السلطة من ابتداء من الأمن الوطني، القوات المساعدة، الدرك الملكي، رجال الوقاية المدنية، الأشغال العمومية اللي كيبذلوا مجهود مشكورين عليه، وخصوصا هنا مدينة تشيرا حنا واحد المدينة اللي كتعرف واحد الاكتظاظ، ولكن الحمد لله بحين كانت رجال السلطات المحلية اللي كتقوم بواحد المجهود جبار مشكورة، وكلمة شكر قليلة في حقهم رغم أننا اللي درنا ما نقدروش نوفيو لهم هذوك الكلمات ما قدروش يوفيو لهم حقهم بصفة عامة. هاد الجدارية الدور ديالها كدور توعوي، دور كيعطي واحد الجمالية واحد الرونق للحي بصفة عامة، خصوصا حنا في واحد الحي شعبي، واللي كنتمناو تكون هاد اللوحة انطلاقة للوحات الاخرين وجداريات اخرين، ونرقاو بالحي ديالنا اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى كيكون نموذج ليس فقط في التجارة بوحدها، ولكن كنتمناو يكون على الصعيد الجهة ولمال على الصعيد المملكة بصفة عامة. وكذا كنوجه واحد الرسالة للمواطنين بصفة عامة انهم يلتزموا بالنصائح اللي كتقوم بها الدولة، وخصوصا الحجر الصحي. الله يهدي المواطنين، حنا هنا في التجارة كما قلت لكم مدينة مكتظة، مدينة عامرة بالعباد، ولكن كنتمناو الله سبحانه وتعالى رغم اننا مازال ما عندنا حتى شي حالة، وكنتمناو انها تكمل بهذه الطريقة ان شاء الله، ويرفع هذا البلاء على بلادنا ان شاء الله 20 ماي بإذن الله ونخرجوا كاملين. كنتمنى من المواطنين هذه الرسالة تكون بأنه راه كاينين الناس ورانا اللي كيضحيوا بوقتهم، كيضحيوا بولادهم، كيضحيوا بصحتهم من أجل السلامة ديالنا. كنتمنى حتى حنا نتعاونوا معاهم باش نفوتوا هذه المرحلة بإذن الله ونخرجوا سالمين إن شاء الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.